احنا لازم نبلغ شريف بالمقابله دي، مش ناقصين والنبي. طبعا انا اكيد هبلغه، بس لما افهم هي جايه تقول ايه الاول، مع ان انا عارفه هي تقول ايه. عارفه؟ عارفه ازاي يعني؟ هو في غيره الحيوان اللي اسمه مازن اكيد عمل مصيبه. قلت لك 100 مره يا اكرم، 100 مره ما تخليش شريف يعمل المصيبه دي. ما قدرتش يا رباب، ما قدرتش. شريف كان مصمم ان الزفت ده يروح لها، ولو كنت ضغطت عليه اكتر من كده كان يحس ان انا بعمل كده عشان خاطر سيادتك. يا سلام، وانت ما كنتش فاهم بقى ان واحد متخلف زي ده ممكن ياخد القصه دي كلها ويروح ينشرها في اي جورنال ويودينا كلنا في داهيه؟ وهيستفيد ايه من النشر يا حبيبتي؟ زياده 3 تعريفه في المرتب ولا وظيفه جديده في جورنال كبير؟ يا حبيبتي ده واخد عكمه من جوزك قد كده، ده غير التشيك اللي بياخده في كل مره بيروح للهانم الصغيره. بحبك يا مازن، بحبك وعندي استعداد اعيش معاك في اي مكان في الدنيا، ان شاء الله حتى في مغاره اشباح. مغاره اشباح، وصف عبقري يا سلمى. ما هو الزباله اللي انا عايش فيها دي ما تتوصفش غير بمغاره اشباح. مجنونه من ساعة ما قابلتك وشفتك من أول مرة، وأنا عرفت إن دماغك طاقة، بس مش لدرجة إنها تقلب بجد وتتحجزي في مصحة. أيوة أنا مجنونة ومخي لسع خلاص ومش فارق معايا الدنيا باللي فيها، بس لو في حد مسؤول عن جناني ده تبقى أنت يا روحي. أنا؟ أيوة يا مازن، أنت السبب في اللي حصل كله لبنتي. امال ايه؟ جننتها بكلام الحب واسطوانات النصب اياها. انا عمري ما نصبت على سلمى يا عمي، انا بحبها. عمي ايه؟ عمي ايه وحب ايه والكلام القديم اللي انت بتقوله ده؟ واكون فاهم ان انا جايبك هنا ان خلاص وافقت على انك انت تتجوز بنتي وخلاص هبقى حماك؟ ها؟ ما انا معرفش حضرتك جايبني ايه لغايه دلوقتي. عشان المصلحه يا مازن، عشان المصلحة يا حبيبي. مصلحة؟ أيوه، الظروف السوداء اللي حطت مصلحتي أنا وأنت إن احنا نتقابل في نقطة واحدة. أنا محتاج بنتي وأنت محتاج الفلوس. تاني فلوس يا باشا. بص يا أخ مازن، جو العشق الممنوع ده وفيلم الأبيض وأسود اللي أنت عايشه وقصة الحب الوهمية اللي كنت عايشها مع الهانم الصغيرة دي تنسى خالص، تمام؟ وتركز بقى في ايه؟ في الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول. بص يا ابن الحلال، سيناريو حياتك احنا عارفينه مشهد مشهد، واهم مشهد فيه مشهد محضر السرقه اللي اتعمل لك في الكليه وحرس الجامعه طرمخوا لك الموضوع في مقابل ان انت تشتغل عصفوره وتنقل اخبار زمايلك وتنقل اخبار اتحاد الطلبه للامن الدولي. ايه رايك فيا؟ عجبتك؟ استنى، في مشهد تاني ما ينفعش ننساه. مشهد جريده المستقبل اللي انت كنت شغال فيها صحفي بالقطعه. ها؟ اكمل ولا كفايه عليك كده حبيبي؟ كفايه. كفايه يا اكرم بيه. انا تحت امرك يا باشا. ايوه يا باشا. حلو قوي كده الكلام، مش تقول لي بحبها ويا عمي والكلام القديم ده، لا يا حبيبي. اولا انت تروح تزورها في المواعيد اللي انا احددها لك. ثانيا تقول لها ان انا وافقت مبدئيا على جوازك مبدئيا. ثالثا تروح تزورها كل وقت والتاني لغايه لما تخف وتخرج من المصحه. رابعا تقنعها ان هي لازم تخلي بالها من العلاج لغايه الاخر. خامسا هكتب لك شيك ب 10,000 جنيه عن كل زياره انت تقوم بيها. كاش؟ نعم. قولي قلت ايه كده؟ بقول لسعادتك كاش 30,000 جنيه في كل زيارة مش 10. نعم يا اخويا. انت عايز ايه يا ابني؟ وهتكتب لي شيك تاني بنفس المبلغ. انت جننت في عقلك ولا ايه؟
بنتك اللي اتجننت يا باشا، وانا هنا عشان اساعد في علاجها. وبما انك كشفت تاريخ حياتي كله مشهد مشهد، يبقى نحرق كل الورق بقى ونلعب على المكشوف. مش بقولك ان انت نصاب وتستاهل الحرق. ثانية واحدة بعد اذن سعادتك. طب فلوس كاش وفهمناها ما يضرش، انما ايه موضوع الشيك التاني اللي عايز الباشا يكتبه لك على بياض ده؟ ها سلمى ذكيه جدا يا اكرم بيه، والكلام ده قال الباشا ده ما يخشش دماغها ببصله. عشان الكلام ده بقى يخش دماغها ونقنعها بيه ونقنعها انها تكمل علاجها للاخر، الباشا يكتب لي شيك جديد مضروب ملوش اي لازمه. هاخد انا الشيك ده واروح بيه لسلمى واقول لها الباشا اجرني عشان اخدعك. تخدعني؟ ايوه اخدعك. باباك اتفق معايا اخد كل الفلوس اللي انا عايزها بشرط ان انا اجيلك هنا من وقت للتاني واوهمك ان كل حاجه اتحلت وان هو خلاص وافق على جوازنا. المهم انك تفضلي هنا وتكملي علاجك لغايه الاخر. وانت وافقت؟ ايوه وافقت. وادي اول شيك اهو، اول شيك اخدته في الصفقه الزباله دي. كان لازم اوافق يا سلمى. انا وافق على اي حاجه تقربني منك حتى لو كانت من غير امل. بحبك يا مازن، بحبك. تعمل صاحي، تعمل عبيط، تعمل ميت، برضه بحبك. انا بحبك، بحبك قوي يا سلمى. بس انت عارفه ان الحب ده زي البيبي الصغير، لازم ياكل ويشرب ويتعالج ويلبس. عشان يعيش يا سلمى. وانا عايز اعيش، لازم اعيش. سامحني يا حبيبي، ارجوك تسامحني. انا عارفه اني غلطت في حقك، ما كانش ينفع انطق كلمه زي دي بلساني واقول اني بحب راجل غيرك. بس والله غصب عني، اشتغاله بريئه وكان لازم تحصل. حسن ده هو الوحيد اللي يقدر يساعدني ويحميني في السجن ده، وكان لازم اخدع عواطف واطمنها من ناحيته. كان لازم تقتنع انه شريف مش عايز حاجه مني، وانا اللي مجنونه ومش طبيعيه. مساء الخير سلمى هاني. اهلا. خليكي مستريحه ما تتحركيش. ثانك يو. عشا خفيف ان شاء الله يعجبك. انت لازم تتغذي كويس خصوصا بعد العلقه اللي انت خدتيها دي. لا هاكل، انا واقعه من الجوع. بالهنا والشيف. اسمك ايه؟ زينب. طب بقول لك ايه يا زينب، انا بقالي 4 ساعات بسال على الدكتور حسن، ما حدش عايز يقول لي هو فين. طب الاول دلوقتي كلي كويس وتغذي، وانا هدور على دكتور حسن واول ما هلاقيه هبلغه. تأمريني بحاجه تانيه؟ ميرسي، تصبحي على خير. وبعدين في القلق ده تكون عواطف طردته بعد البلاوي اللي انا قلتها، وانا لا بخت الدنيا ولا ايه؟ برافو يا سلمى، انا عرفت اللي حصل في جلسه الكهرباء. انت عبقريه. حسن، احرقي الورقه دي فورا بعد ما تقريها. حاضر حاضر. وارفعي المرتبه لحد نصها. المرتبه ايه؟
الورق؟ ده انت هايل يا حسن، هايل. مش بس هايل، ده انت تجنن، تجنن. جننتيني يا سلمى، ده انت لحست دماغي. ده انا ما بقتش دكتور في مصحة، ده انا هبقى مجنون فيها. دكتور يطلع مين الدكتور ده؟ اخصائي امراض نفسيه عندي في المصحه. انا في الاول شكيت ان هو اللي معجب بيها ومتعاطف معاها لحد ما اعترفت لي بنفسها، وبعد جلسه علاج تقيله جدا ما ينفعش تكذب بعدها. ايوه يعني اعترفت لحضرتك يعني ان هي معجبه بيه والجو ده؟ مش اعجابه بس يا اكرم بيه، ده الحكايه تقريبا وصلت لتحرش. تحرش؟ طلبت منه يحضنها ويبوسها وحاجات عجيبه كده. يا نهار اسود، دي اكيد اتجننت رسمه. اهو كده، هي دي الجمله اللي انا جايه مخصوص عشان اسمعها يا هانم. قصدك ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه. قصدي انكم ما كنتوش واضحين معايا من البدايه يا هانم. دخلت سلمى عندي على اساس انها مختله وعندها هوس اكتئابي، لكن التشخيصات المبدئيه اللي عندي بتقول انها سليمه وواعيه جدا، بدليل ان سعادتك مستغربه من تصرفاتها دلوقتي وبتقولي هي اتجننت ولا ايه. اه بس انت ليه بتدخلينا في الحوار ده؟ المفروض باباها هو اللي خدها ودخلها عندكم بعد نصيحه دكتور جورج. طبعا غلط يا هانم، سعادتك اللي دخلتي سلمى المصحه مش ابوها. نعم، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دكتوره؟ بقول اللي قريته في ورق سلمى. ايه ورق سلمى؟ طبعا، هو سعادتك ما تعرفش ان كل حاله عندنا بتحكي حكايتها بالتفصيل في جلسات العلاج، وان احنا بندونها في ملفها الشخصي، واللي حكيته سلمى صعب، صعب قوي. صعب ازاي يعني؟ قالت ايه يا دكتوره يعني؟ قصه غريبه ومرعبه عن خيانه زوجيه بين مرات ابوها وسكرتيره الشخصي. اطمني يا هانم، انا ست امينه جدا على اسرار المرضى بتوعي، ومستحيل استغلها في اي محاوله ابتزاز. لغايه كده وستوب، انا مش هستحمل اي تلميح عن الموضوع ده تاني، والكلام اللي بتقوله المجنونه دي مش هيخوفني. المجنونه هو ده المطلوب اثباته يا هانم. انا طبعا عارفه ومتاكده ان كل اللي قالته ده كذب ومحاوله انتقام من سعادتك مش اكتر. ايوه بالظبط كده، هو ده. سلمى بتكرهني وعايزه تخلص مني باي طريقه. مفهوم طبعا يا هانم، بس الازمه دلوقتي ان سلمى طبيعيه جدا، والمفروض ان انا اطلع تقرير بالحاله واخرجها من القصر. لا بالهداوه كده يا دكتور، تخرج ايه؟ انا متفق مع دكتور وفيق ان هي هتفضل لحد المفتاح في ايدي انا يا اكرم بيه، انا اللي في ايدي بس اقرر مصير سلمى في القصر، مش دكتور وفيق. طلباتك ايه؟ اقرار شخصي من شريف بيه بالموافقه على اي اجراءات علاجيه، ومده العلاج مفتوحه. اعتبريه حصل يا دكتور، بس الهانم تقصد طلبات حضرتك انت. قبل ما اقول طلباتي، في سؤال مهم جدا وهيوفر علينا كتير قوي. طبعا اتفضلي. هي سلمى اشتغلت صحفيه قبل كده، او ده كان جزء من طموحها في وقت من الاوقات؟ بتهيالي هي انشغلت بالحكايه دي بس ايام الجامعه مش اكتر. هايل هايل. هو ايه اللي هي؟ ايه دخل الصحافه بالكارثه اللي بتقولها سلمى اللي اتكتبت في الدفاتر بتاعه المصحه دي؟ مش مصحه يا هانم، ده قصر الاحلام. كل اللي ما حققش احلامه في الدنيا بيجي عندنا مخصوص عشان يحققها. مفيش احلام، مفيش احلام في الدنيا دي ممكن تتحقق. الاحلام دي خدعه كبيره، خدعه كبيره قوي. البني ادم هو اللي اخترعها علشان تهون عليه حياته ويفضل يحلم تاني وتالت ورابع، يحلم يحلم يحلم. ما انت يا يوسف حلمت، حلمت انك تبقى صحفي كبير في جورنال كبير، يبقى لك عمود تكتبه كل يوم وكل الناس تقراها.
لكن ضاع العلم، ضاع العلم. يا راجل انت كمان بتحلم بالصحافة؟ في لحظة صحيت من الوهم، اكتشفت الحاصرة وخيبة الأمل، اكتشفت ان الأحلام دي سجن كبير وتافه، ميزته الوحيدة انه أكبر شوية من سجن الحقيقة. اسمع بقى، أنا مش هاكل ولا أحط حاجة ببقي إلا لما تجيب لي حاجة أبلع بيها، سفن أو بيبس. سفن مين يا عم الرايق؟ ده السجن كله مشدود والباشا بره وطالبك بالقاس. خدمتك. عنبر 3 ساعات. قبضت مرتبك الشهر ده؟ القبض لسه منزلش، بعد بكره. اهي ده اكيد معاشفر. الحمد لله كلتها يومين وتفرج ان شاء الله. ما هي فرجت اهي يا باشا. دي رشوه. تاخد رشوه؟ انا عارف المسجون اللي اديها لك، فاهم؟ الوضع ما يستحملش التهريج ده يا احمد بيه. بتشوف ساعتك يا باشا. اكتب لي مذكره في الكلب ده وحولها على مكتبي، وعنبر 3 يتفور فورا. تمام عليك. هات يوسف المصري على مكتبي بسرعه. وعشرين يوم حبس انفرادي يتوبوا أسوأ مسجون، وبرضه مفيش فايدة. أعمل فيك إيه يا يوسف عشان أخلص منك ومن لسانك الزفر ده؟ ها؟ أما هو بصراحة العيب مش فيها يا سيادة اللواء. العيب في سعادتك. إيه؟ أنا مش سعادتك بتقول إن الحبس الانفرادي يتوب أي مسجون؟ حصل. والمسجون ده إيه؟ مجرم، يا إما حرامي يا إما قتال قتلة يا إما نصاب. إنما واحد زي حالاتي جريمته كلها في مخه الضارب ولسانه الزفر، تحبسه في أوضة ده ما يفكر بزيادة، ولو فكر بزيادة يطلع يهب في وشك زي أبو الجاز. يا نهار أسود ومنيل. لا لا الله يخليك، بالراحة بلاش نرفزة، أنت راجل عيان وعندك ضغط، ربنا يشفيك. ربنا ياخدك يا أخي. هتزعل والله، هتزعل لو ربنا خدني، هتزعل وتقول ولا يوم من أيامك يا مصري. أنا فعلا هزل، بس مش عشان روحك هتطلع. أمال عشان إيه؟ عشان أنت اللي هتطلع. أطلع من إيه؟ من السجن. أطلع من السجن إزاي؟ ده أنا فاضل لي ياما. دينا يا هلا اتقلب يا مصري، بقت ماشية على راسها وبتفكر برجليها. الوزارة بعت لجنة من حقوق الإنسان عشان يقعدوا معاكم مع كم مسجون من الجداد عشان يدوكوا إفراج مشروط. إيه ده؟ هي بلدنا بقى فيها حقوق إنسان؟ مش بقول لك حالها اتقلب، بقت تفكر برجليها. لا لا دي تبقى باظت خالص. بس لما مؤاخذة سعادتك، انا مش مسجون سياسي. بس تاريخك كله سياسه يا مصري. صحفي ثوراجي قديم وبتاع شعارات، مش معقول هيفرجوا عن عيال الصغيرين ويسيبوا شيخ الدجالين. مش تقول كده بقى من الصبح، عمال تتنرفز عليا وتشتمني، ده بدل ما تدلعني وتجيب لي فنجان قهوه وسجاره عشان ناخد ولدي في الكلام. لم نفسك يا يوسف واتكلم عدل. اتكلم عدل فين يا باشا؟ يعني اتكلم عدل قدام سعادتك ولا قدام لجنه حقوق الانسان؟ لمصلحتك يا يوسف، مصيرك في ايدين اللجنه دي. لا يا باشا، مش مصيري انا، ده مصير سعادتك انت يا سياده اللواء. مصيري مين يا اهبل انت؟ أنا صفحتي بيضة في السجن ده. هو ده اللي دوره على الفترة الصغيرة اللي أنت قريتها في السجن ده؟ جاي يدوروا على بلاويك القديمة، الكفر اللي عملته فيا أنا وغيري. مالهمش دعوة باللي فات يا يوسف، ولو حاولت تتكلم عنه محدش هيسمع. لا تبقى غلبان يا سيادة اللواء، ما أنتش عارف أساليب الوزارة اللي بتشتغل فيها، اللي ربنا خير باللي اشتغل، اسألني أنا. بس قول إيه يا متخلف أنت؟ عايز أقول إن اللجنة دي مش جاية علشان تقيمني أنا وشوية مسجونين سياسيين. دول جايين عشان يصفوك يا سياده اللواء. يصفوني؟ يصفوك، وهيلاقوا اي شماعه يعلقوا عليها اخطائك الفظيعه اللي عملتها زمان، وطبعا مش هيلاقوا شماعه تستحمل زي حالاتي. يا غلط يا ابني. لا 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 يا سياده اللواء، ايه ده؟ امال حقوق الانسان ولا نسيت اللجنه؟ يوسف
يوسف انا كبرت والوزارة سابتني في الخدمة اكتر من اللازم، كلها شهرين ثلاثة وامشي. زي ما انت عارف ابني ضابط مهم في الوزارة، مش معقول بعد الخدمة دي كلها يعرف ان انا طلعت بتقرير مشبوه. دنيا وحشة، دنيا سخيفة، دنيا بنت الستين كلب. سبحان الله، بقى اللي هو جابر عطوان اللي مصير ناس كتير قوي متعلق في صوابعه زي الخشب الماريونيت، يبقى في الاخر مصيره في ايد العبد لله. جابر عطوان مين؟ مش ممكن، اللي هو جابر عطوان اللي معانا هنا في المصحة؟ ازاي؟ لا بقى، انا كده مش فاهمة حاجة خالص. يعني مأمور السجن اللي انت كنت فيه هو نفسه اللي هو المجنون اللي معانا هنا جابر عطوان اللي عمل معاك التحقيق الوهمي ده، كتب الكلام ده كله على لسانك؟ ما تكتبش الكلام ده يا ابني. لا اكتب اكتب يا حضرة السكرتير، ده اهم جزء في الموضوع كله. يا سيدي انا بسألك عن حكايتك انت وعن الظروف اللي جابتك هنا. اللي جابني هو اللي جابك يا سيادة اللواء، والظروف اللي جابتك هي نفس الظروف اللي جابتني. بس انا مش فاكر الكلام اللي انت بتقوله ده. يبقى مش عاوز تواجه نفسك، بتهرب منها يا سيادة اللواء. لا مش صحيح، انا عمري ما هربت من نفسي. طب واجه نفسك بقى، افتكر اللي حصل بيني وبينك في سجن ابو زعبل، افتكر يوميها يا اخي قلت لك ايه؟ رديت بأصلك يا يوسف وطلعت جدع معايا ومع زمايلك كلهم وما غربتكش كتير، هي اكلت سمك وشوية سلطة. سمك؟ سمك وجمبري وجندوفي وصبيط، ده غير السلطات خضرة وطحينة وبابا غنوج ورز سمك. العنبر كله لازم ياكل. العنبر كله؟ كويس انا ما قلتلكش السجن كله. هي بس اللجنة دي قدامها ثلاث ساعات. خلاص نقعد نستنى اللجنة بقى لما تيجي وندردش بقى ونقول اللي عندنا. لا لا ندردش ايه، انا موافق موافق. اه حلو كده. ليك عليا اول ما تيجي اللجنة اظبط الناس اللي هتطلبهم اللجنة واحفظهم الكلام. يا فتحي اديني حد من الخدمات يا ابني. وما تبقاش تنسى الساعة وحياتك كمان والسجاير تبقى مستوردة، أصل السجاير المحلية بصراحة بتبقى مليانة خشب بتتعب صدور الناس. كمان سجاير مستوردة؟ هو في أكلة زفرة زي دي من غير سجاير مستوردة؟ أيوة يا فتحي. كل الناس أكلت وانبسطت والباشا عمل آخر واجب. هيا كتر خيره. طب يلا بقى عشان اللجنة بقى لها ساعة مستنية. يلا يلا. أهلا وسهلا، والله منورين يا بهوات، دي خطوة عزيزة. متشكرين يا أستاذ يوسف، ده بس من ذوقك. إيه بقى الموضوع المطلوب؟ الموضوع بسيط جدا، إحنا كنا جايين نسألك في شوية حاجات كده بخصوص إقامتك في السجن الفترة الأخيرة. يعني حضرتك طبعا راجل صحفي سياسي قديم، نقدر نقول كده انك عارف حقوق كويس. اكيد عارف حقوق كويس، دي لعبتي من زمان. والمطلوب بقى عن اقامتي في السجن. تحكي لنا عن الظروف اللي مريت بيها، الاكل الشرب النظافه المعامله. بتضحك على ايه يا استاذ؟ اصلكم بصراحه كده بتفكروني بمشهد مكرر وسخيف في كل الافلام العربي. افلام عربي والاجنبي كمان، الفيلم يبقى مليان بلاوي، سرقه ونهب وقتل والبوليس يجي في الاخر. انا كده تقريبا فهمت، قصدك تقول يعني ان السجن كان الفتره اللي فاتت مليان تجاوزات او ان احنا جينا في اخر لحظه. مظبوط، هو ده بقى الفيلم اللي انتوا عاوزين تعملوه. فيلم؟ احنا هنعمل فيلم؟ على العموم الفيلم جاهز يا بهوات، والتقرير كمان جاهز، مش ناقص بس غير اني امضي عليه انا وزمايلي وانتوا تاخدوا التقرير وتشبرقوا نفسكم ليه. بس دي لعبه رخيصه وانا مش هلعبها ابدا، انا هقول الحق ولو على القبر ولو اقضي عمره كله داخل السجن. الراجل ده هو راجل نزيه، راجل شريف، عمره ما ظلمنا،
ولا عمره عاملنا بقسوه ولا زلت نفسه. مش ممكن، مستحيل يا يوسف، انت كانت فرصه عمرك بتضيعها عشان قتل سمك واصحابك. ايه ده؟ اليوم ده تاريخي يا اخوانا. اليوم ده كان عايز قطعة حشيش ورقاصة عشان نعيش. يوسف المصري البطل، يعني الرجولة والشهامة كلها. ادعوا له يا رجالة. الله يحييك، الله يحييك. يعمل ايه؟ وانا عندي بيت علشان يتعمر يا رمم. دايما عارف لما اخرج من هنا هروح فين في الدنيا الواطية دي. ما انا اصلي عبيط. والله عبيط. بقى أنا خرج جابر عطوان من الورط الفظيع اللي هو فيها علشان أكل شوية بقر زيكو. بقول لك يا جدع، أنت إحنا مش عارفين نبلع اللومة من غيرك. خد هتاكل يعني هتاكل. تبلع إيه؟ ده أنتوا نسبتوا الوليمة كلها، ما استاكلوا بعض. الأكل كتير والخير كتير، ده أنا حتى بعتنا العنبر خمسة كل، والعساكر كمان أكلناها. جدع يا بندق. طب اتسجدع أنت كمان وتعالى كل معانا، ما تبقاش أنت صاحب الليلة كده وتتفرج علينا. ايه ده؟ مين الاخ اللي قاعد متكوم هناك ده؟ ده وارد جديد جاء يوم الجمعه لما انت كنت موجود في الانفرادي. انا طب وجاي تاكلنا انا؟ مش تعمل معاه الواجب وتاكله هو؟ والله اقطع قلبي معاه من ساعه ما جه، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيدخن ولا عايز يعمل اي حوار. ننطقه بالعافيه. يا اخينا عامل في نفسك كده ليه يا ابني؟ لا بقول لك ايه؟ ما هو السجن يحب الضلمة، ولو سبت نفسك للضلمة هتعيش اليوم هنا بعشرة. السجن يحب الكآبة، الحزن، لا اطلع منهم، كل واشرب واضحك من غير سبب، اعمل اللي انت عاوزه، صدقني الوقت هيمر عليك ولا هتحس بيه. يا اخينا ما ترفع وشك كده وكلمني. من فضلك سيبني في حالي ارجوك. ايه ده؟ أنا شفت الخلعة دي فين قبل كده؟ مراد الألفي. مراد الألفي مين؟ الباشا اللي معانا هنا في القصر؟ البرنس ابن الباشا الكبير قوي، صاحب الأطيان والعزب ومصانع الورد والبرفانات. ده مين أنت؟ تعرفني منين؟ أنا الدبور، الدبور اللي زن على خراب عيش ابوك وفضحه في الجرايد علشان يرجع حق الفلاحين، الارض اللي سرقها ابوك من فلاحين قبشواي وضمها للعزبه بتاعته. ايوه افتكرتك انت الصحفي ده، الصحفي ده اللي اسمه يوسف المصري. المصري يا برنس، وحط تحت المصري دي مليون خط. المصري الكحيان اللي فضح ابوك علشان يرجع حق الغلابه اللي سرق اراضيهم. انت غبي ومتخلف ومش فاهم اي حاجه. صح، مش فاهم اي حاجه، وفعلا كنت غبي ومتخلف لما افتكرت ان لما افضح ابوك في الجرايد الحكومه هتجري وتاخد حق الناس. لكن ايه اللي حصل؟ لقيت نفسي في الشارع مرفوض من شغلي، وابوك زود على ارضه الاف الافدده. الارض اللي انت بتتكلم عنها دي ارض والدي والفلاحين. الفلاحين هم اصحاب الارض. الفلاح اللي بيزرع الارض بعرق وجهده يبقى هو صاحب الارض، مش اللي سرقوها منه اللي زيكم. هي راحت يا سيدي عشان ترتاح، راحت الارض وراحت الفلوس والدنيا كلها. حق الناس، حق الناس رجع للناس. مش مصدق. ده انا هموت من الفرحه. ما صدقتش جابر عطوان لما قال لي إن بقى في رجال أو الإنسان في مصر، وإن في حكومة بتفرج عن الغلابة ولاد البلد وتحبس اللي زيكم. مش الحكومة هي اللي حبستني يا حيوان، مش الحكومة، بنتي هي اللي حبستني، بنتي اللي هي اللي غدرت بيا، حكمت عليا بالذل والعار ودخلتني السجن. بنتك. أيوة صح، دي هي الغبية اللي عملت كده. بنته أميرة اللي اتهمته زور وقالت إنه رماها من الدراس. أنا إزاي نسيت حكايته؟
حكايته اللي ما كملتش في التحقيق العجيب ده، بس أكيد هتكمل في كلام يوسف. أيوة صح، أكيد هتكمل في كلام يوسف. كمل يا يوسف بليز، قول الراجل ده طلع من السجن إمتى وجي هنا إزاي. حلا خرج عدرة الضابط. اوعى تكوني فاكره انكم لاويين دراعي ولا خايفه منكم. يا عيني على العمق والفلسفه، ازاي تسيبيهم يتهجموا عليا ويخطفوا سلمى الصحفيه اللي جات لي هنا؟ انا محبوسه لوحدي يا يوسف. حب ايه يا بني ادم انت؟ ازاي مش عايز تخرجي من هنا؟ ما هي لو اتثابت كده هتهيج وتشيط الدنيا. الحقني يا دكتور حسن الحقني. حوار فظيع ما يجيش في خيالك. صحفيه شاطره وزي القمر وعايزه تسلي وقتها وتمشي ايديها في الشغل.